والسؤال الأخير اللي كيقول لنا تحديد جدول التغيرات ديال الدالة F، يعني تغيرات ديال الدالة F، جدول تغيرات الدالة F، مفهوم الشباب؟ حنا ديجا عرفنا بأن مجموعة التعريف ديال الدالة F اللي هي موان زا أ، موان زا أ، مفهوم؟ ودرسنا الاشتقاق ديال الدالة F من نقطة زيرو، حددنا الدالة المشتقة F بريم، عرفنا تغيرات ديال الدالة F بريم، مفهوم؟ واستنتجنا واحد الكونديسيون الاخرى اللي هي اف بريم الفا كيساوي ليها زيرو، بحيث هاد الفا هو عدد واحد ينتمي الى المجال زيرو زيرو ان، مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من هاد الكونديسيون بان اكزيست واحد اونيك الفا ينتمي الى زيرو ان، اف بريم ديال الفا كيساوي ليها زيرو، ياك؟ وبما ان اف راها فرضيه، اف راها فرضيه، يعني عندي اف دو موان اكس اش كتساوي ليا، اللي هي موا اكس فوا لارك سينيس ديال اش الراسين دو ا موا موا اكس كاري، هادي عطاني اكس، هتبقى ليا الموا على برا اكس لارك سينيس ديال اش ديال الراسين ديال ا موا اكس كاري، دونك صافي هي موا اف دو اكس، يعني دالة فرضية، يعني يكفي ليا انني ندرسها غير على المجال زيرو ان، مفهوم؟ يعني يكفي الدراسة في المجال 0 1، كل ندخلهم بجوج ما كاين حتى شي اشكال، دونك ندير 0 1 بحال هكا ما عندي حتى شي اشكال، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما قلنا بان الفا ينتمي الى المجال 0 1، شنو كيعني ليا بان يمكن، يعني هذا المجال هذا غادي يتفرق ليا، غيولي ليا 0 الفا الفا ا، مفهوم؟ وبما ان اف بريم راها تناقصيه قطعا، تناقصيه قطعا في المجال، اش من اي مجال؟ 0 1، مفهوم؟ وعندي ديك الكونديسيون اللي قلنا بان اف بريم ديال الفا كيساوي ليا 0، اللي اكزيست واحد الفا كي اونيك ينتمي الى المجال 0 1. شنو خصني نعرف انا وقتاش اف بريم بوزيتيف ووقتاش نيجاتيف، وعندي الكونديسيون بانها تناقصيه قطعا في المجال 0 1، يعني وكنعرف بان واحد النقطه اللي هي الفا اللي كتنتمي ليها 0 1، اللي كتنتمي ليها 0 1، راه اف بريم كتقطع ليا محور الافاصيل، مفهوم؟ وكنعرف بان لا بارتي اللي فوق الفوق كتكون بوزيتيف ولا بارتي اللي تحت كتكون نيجاتيف، يعني اعتبرنا بان هذه هي الفا، دونك هاد لا بارتي الفوقانيه راها اف بريم راها بوزيتيف، وهاد لا بارتي هادي راها نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ دونك غتولي عندي دو كونديسيون، يعني جوج ديال المجالات، بحيث اللحظه اللي كتكون اف بريم بوزيتيف واللحظه اللي كتكون اف بريم نيجاتيف، الحاله اللي كتكون بحيث كلكو سوا، الحاله الاولى عندما ينتمي اكس الى المجال 0 الفا، اف بريم كيفاش كتكون؟ اف بريم ديال اش ديال اكس كي كتكون بوزيتيف، مفهوم الشباب؟ يعني سوبر ايغال 0، مفهوم؟ والمجال الاخر ما بين الفا وواحد كتكون نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ دونك لا كونديسيون الثانيه عندما يكون اكس ينتمي الى المجال 0 الفا 1، دونك اف بريم ديال اكس كتكون نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ انطلاقا من هاد دو كونديسيون يمكن لي نعرف انا التغيرات ديال الداله اف، يعني دابا يمكن لي رسم جدول التغيرات ديال الداله اف، دونك جدول التغيرات ديال الداله اف فين معرفه ليا اف ما بين موان زا اي ان، عرفنا مجموعه التعريف الداله ديال الداله اف، دونك هادي هي لا كاز ديال اف بريم وهادي هي لا كاز ديال اف، مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي اف، هادي هي اف بريم، مفهوم؟ وعندي واحد زيرو هنايا، وعندي واحد الفا ينتمي الى زيرو ان، بحيث هاد الفا هادي اف بريم راه كتنعدم ليا،
مفهوم الشباب. وكنعرف بأن اف بريم راه زوجية، يعني العكس ديال لا بارتي بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ يعني غندير هنايا دونك كنعرف بأن اف دو الفا كتساوي ليا زيرو، يعني في المجال اللي شفنا هنايا ما بين زيرو الفا اف بريم كتساوي دونك اف بريم بوزيتيف، يعني في هذا المجال راه بوزيتيف. وفي مجال الفا ان اف بريم راها نيجاتيف. مفهوم؟ يعني غتكون واحد موا الفا هنايا ضروري غتكون واحد موا الفا. مفهوم؟ بحيث اف دو موا الفا غتا هي كتنعدم ليا في هذه النقطة بالضبط. مفهوم الشباب؟ دونك نفس القضية، يعني ما بين موان زان موا الفا راه غتكون نيجاتيف، وفي هاد لابارتي ديال موا الفا زيرو راها بوزيتيف. مفهوم؟ راه ديجا شفناها، يعني راه متماثلة تماثل، يعني حتى في لابارتي دابا كيفما درنا في هاد التمثيل هذا نعتبر دابا هذه هي موا الفا، راها متماثلة بالنسبة حيتاش اف بريم راها زوجية. اف بريم راها زوجية الشباب، ياك؟ بما ان اف بريم راها زوجية دونك التماثل بالنسبة المحور ديال الاراتيب، يعني الفا غتكون متماثله ديالها مماثله ديالها اللي هي موان الفا، و اف دو موان الفا اللي هي كتساوي زيرو. مفهوم؟ يعني في لابارتي زيرو زيرو موان الفا غتكون اف بريم بوزيتيف، يعني هي زيرو الفا موان زيرو موان الفا غتكون بوزيتيف، و في لابارتي ديال موان الفا موان زان غتكون نيجاتيف. مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من هاد الاشارات هادو يمكن لي نعرف الداله اف كيفاش دايره. دونك راها تناقصيه في المجال موان زان موان الفا، وعندي دونك ما بين موان الفا والفا بوزيتيف، و اف دو زيرو كيساوي ليا زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك غتكون بوزيتيف على هاد المجال كامل، يعني تزايديه في هاد المجال ما بين موان الفا والفا، وتناقصيه ما بين الفا و ان. مفهوم؟ دونك اف دو موان الفا هنا كاينه اف دو موان الفا، هنا كاينه اف دو الفا الصوره ديال الفا بدلاله اف، وهنا اف دو ان و اف دو موان زان. مفهوم؟ يعني يمكن لي نحسبهم، يعني اف دو ان كتساوي ليا زيرو، و اف دو موان زان كتساوي حتى هي زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو التغيرات ديال الداله اف والتغيرات الاخرين، يعني وهاد اف دو الفا و اف دو موان الفا يمكن نحسبهم. مفهوم الشباب؟ دونك نجيو نحسبهم من الاحسن. دونك حساب اف دو الفا، مفهوم؟ هاد اف دو الفا اللي نعوضها من اف ديريكت، يعني نحسب اف دو الفا اش كتساوي لي، نعوضها بالفا ارك سينيس ديال الراسين دو ام و الفا كاري. ولكن انا عندي واحد لا كونديسيون من قبل، عندي بان اف دو الفا كتساوي ليا زيرو، ياك الشباب؟ اف دو الفا اف بريم ديال الفا كيساوي ليا زيرو، ياك؟ دونك و اف بريم اش كتساوي ليا اف بريم دو اكس، ديجا حسبناها اش كتساوي ليا، هي لارك سينوس ديال اش ديال جذر مربع ام موا اكس كاري موا اكس سور اش سور ان موا اكس كاري لو راسين. مفهوم؟ هادي هي اف بريم. غنجي نعوض الفا، نحسب اف بريم د الفا اش كتساوي ليا، هي لارك سينوس ديال راسين ديال ا موان الفا كاري. مفهوم؟ ناقص الفا سيغ راسين ديال ا موان الفا كاري. وعندي اف اش كتساوي ليا، اف دي اكس اش كتساوي ليا، اللي هي كيف ما شفنا اللي هي اكس ارك سينيس ديال راسين ديال ا موان اكس كاري. مفهوم؟ دونك عندي هاد لابارتي هادي خصني نضرب غير في واحد الفا وتعطيني اف دو الفا، ياك؟ وعندي ان اف دو الفا كتساوي ليا زيرو، دونك هاد الشيء غيعطيني كيساوي زيرو. مفهوم؟ دونك سي كي ايكيفالون
نضرب في هاد لابارتي نضرب في الفا، يعني الفا ارك سينوس ديال لوغاسين دو ام و الفا كاري، اش كتساوي ليا ندير هاد لابارتي الجهة الاخرى فراسين ديال ام و الفا كاري. ضربت انا في واحد الفا في هاد الجهة هادي، غنضرب في الفا في هاد الجهة هادي، غتولي ليا الفا كاري، مفهوم؟ دونك هادي شنو هي؟ هي اف دو الفا، دونك ها هي اف دو الفا، مفهوم؟ دونك هاد اف دو الفا اللي هي هادي، مفهوم الشباب؟ اف دو موان الفا، وكيف ما كنعرفوا بان اف دالة فردية، يعني ديجا بينا بان اف دو موان اكس كيعطيك موان اف دو اكس، دونك وعندي ان اف دو موان الفا او بالاحرى اف دو الفا اش كتساوي ليا اللي هي الفا كاري سيغ راسين دو ان موان الفا كاري، و اف دو موان الفا غيساوي لي اللي هي موان دو اف دو الفا، يعني دونك اف دو موان الفا اش غيعطيني هو لو موان ديال هاد لابارتي هادي، دونك هي اف دو، دونك اف دو موان الفا تساوي لي هي موان الفا كاري سيغ اش سيغ ان موان الفا كاري، مفهوم الشباب؟ دونك هذه هي النهاية ديال التمرين، نتمنى الفيديو يكون مفهوم شوية، وإلا شي حاجة ما مفهوماش في هذا التمرين هذا ولا التمارين السابقة ولا عندكم شي تمارين يمكن لكم تبروبوزيهم عليا في لي كومونتير، والسلام عليكم.